الرئيس السيسي يوجه بتشجيع قطاعات الصناعات الوطنية واستكمال منظومة الإفراج الجمركي. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات. مدبولي يؤكد على ضرورة التوسع في المنافذ المتحركة لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، مشاهدينا الكرام أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة من قناة المحور. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة، موجها بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية. كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موجها بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات لما لها من أثر تحفيزي ومشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار. المزيد نتابعه معكم في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية. وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصة في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطورات المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنة بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1.3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إجماليا بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة. كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي كانت قد أطلقت مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعا، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ
المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين، خاصة في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، كذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات. كما اطلع السيد الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موجها سيادته بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجنوب إفريقي سيرال رامافوزا، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسي تقدم بخالص العزاء إلى رئيس جنوب إفريقيا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة دربان مؤخرا والتي خلفت العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، ومعربا عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وأكد أيضا الثقة الكاملة في قدرة حكومة وشعب جنوب إفريقيا على مواجهة تداعيات تلك الفيضانات. كما أكد الرئيس السيسي مساندة مصر ووقوفها عفوا إلى جانب الأشقاء في جنوب إفريقيا في تلك الظروف الصعبة، مع الاستعداد لتقديم العون والمساعدة التي قد تحتاجها جنوب إفريقيا في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة. ومن جانبه أعرب الرئيس رامافوزا عن شكره وتقديره العميق للرئيس السيسي على هذه الثقة واللفتة الأخوية الكريمة التي تؤكد حرص مصر حكومة وشعبا على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء، وبما يتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تعتز بها وتقدرها جنوب أفريقيا. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج. وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بوزارة التموين والزراعة والصناعة والبنك المركزي على الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن متوسط يبلغ 6 أشهر. ونوه إلى التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص لإتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول الرسائل الدولية المطمئنة التي تعكس صلابة الاقتصاد المصري، مشيدا بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. وأبرز التقرير رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، والذي أكد أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة، على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات. ومن جانبها أكدت فيتش أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول المنطقة، تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات لما لديها من عجز ضئيل بالميزان التجاري البترولي. أما مؤسسة جولدمان ساكس توقعت أن يكون لرفع سعر الفائدة انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين. وينضم إلينا الآن الدكتور محمد القرش تعليقا على الخبر السابق. وأهلا بك دكتور. أولا دكتور محمد، حضرتك سامعني؟ أيوة يا فندم. أهلا بحضرتك.
دكتور محمد، اهلا بيك. حضرتك سامعني؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. يعني كنا بنسال عن اجتماع دكتور مصطفى مدبولي النهارده بالوزارات المختلفه بشان المخزون الاستراتيجي، فلو حضرتك تطمنا بشان الموقف السلعي واحنا خلاص في نهايه شهر رمضان المعظم، وما بعد بقى شهر رمضان هل هناك ما يكفي لعده اشهر؟ لو حضرتك توضح لنا ايضا المعلومات. يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك، والحقيقه احنا عندنا اهتمام كبير كان موجود في الدوله المصريه من 2014 حتى الان بتطوير وتحديث كل نظم الزراعه، ودي نتج عليها ان احنا اصبح لدينا مخزون استراتيجي جيد او مخزون ايجابي من معظم السلع والمنتجات الرئيسيه اللي بيحتاجها او المحاصيل الرئيسيه اللي بيحتاجها المواطن المصري. طبعا احنا دلوقتي في موسم حصاد القمح، وان شاء الله الامور بتسير بشكل ايجابي جدا في عمليه الحصاد، وطبعا احنا فتحنا موسم التوريد وفتح مبكرا، وطبعا كان في زياده حدثت في الاسعار بشكل كبير، وطبعا ده كله بيساهم بشكل ايجابي في تلبيه احتياجات المواطن المصري. كمان الارز والسكر والزيت والدواجن، اللحوم الحمراء والاسماك، احنا الحمد لله عندنا فيها تطوير كبير حدث، وطبعا ده ساهم في ان احنا يكون في وفره في حجم المتاح امام المواطن المصري. عدى علينا شهر رمضان الحمد لله بكل الازمات اللي موجوده حوالينا، الازمات الدوليه اللي موجوده، ما شعرناش باي تاثير من جراء هذه الازمات، الحمد لله قدرنا نتجاوز، وفي متاح موجود امام المواطن المصري. حتى اذا كان في تحرك في الاسعار بشكل او باخر، الدوله كانت حريصه على فتح مجموعه من المنافذ علشان تقدم للمواطن المصري المنتجات وكل السلع اللي بيحتاجها باسعار مناسبه، ويبقى في تباين في المنتجات المعروضه تكفي او تلبي رغبات كل الشرائح المصريه، وبالتالي ده كله يخدم المواطن المصري ويساهم في حدوث استقرار كبير في الاسعار، وده كان ملحوظ جدا. الحمد لله الجهود اللي قامت بها الدوله المصريه خلت كل محاصيل الخضره والفاكهه تقريبا عندنا فيها شبه اكتفاء ذاتي، البيض، المائده، الدواجن، الالبان، اللحوم الحمراء كمان حصل فيها تطور كبير. السكر دلوقتي احنا عندنا طفرات كبيره بتحدث في انتاج السكر، المشروعات متطوره جدا، وكم كبير من المشروعات اللي بيتم تنفيذها لزياده حجم الانتاج من السكر، سواء من البنجر او بنجر السكر او من قصب السكر. كمان المحاصيل الزيتيه، الدوله كانت حريصه ايضا على تطوير استراتيجيه التعامل مع المحاصيل الزيتيه، وبدانا ننفذ مجموعه من الزراعات التعاقديه اللي هدفها ان هي تخدم المواطن المصري، ويبقى فيه زياده في حجم المساحات المزرعه بالمحاصيل الزيتيه. وطبعا الحقيقه وزاره التموين بتقوم بدور كبير جدا في تلبيه الاحتياطات الاستراتيجيه، واحنا وزاره الزراعه بنقوم بجهد كبير جدا وبدور كبير جدا في تحقيق استراتيجيه الدوله للتوسعات في قطاع الزراعه، سواء توسعات من خلال زياده المساحات المنزرعه او توسعات من خلال تعظيم انتاجيه وحده الارض ووحده أيوة. التوسع الراسي والافق. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، شكرا جزيلا. وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنف الجبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي وهو حساب الموازنة العامة للدولة لسنة المالية 2020-2021، وينص مشروع القانون في المادة الأولى على ربط حساب الختامي لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ 2,240,450,000,000 جنيه. كما ينص المشروع على ربط حساب ختامي لإيرادات الموازنة العامة للدولة والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,233,229,000,000 جنيه. أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهم بقتل المجني عليه القمص أرسيانوس وديد رزق الله كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتهم به من ارتكاب جريمة القتل العمدي وإحراز سلاح أبيض. هذا وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة 17 شاهدا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار
وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص أو وقت ارتكاب الجريمة ما يجعله مسؤولا عنها. كما أقامت النيابة العامة الدليل قبله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية والمعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة وما شهدته بآلات المراقبة المطلة عليها، فضلا عن أدلة أخرى. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية وبحوزته مواد مخدرة بقيمة أكثر من 11 مليون جنيه. المزيد نشاهده معكم في التقرير التالي. تتواصل الضربات الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لجرائم تصنيع وجلب وتهريب والإتجار في المواد المخدرة والعناصر الإجرامية القائمة على هذه الأنشطة الإجرامية. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني نشاط أحد الأشخاص ووالده بالإسماعيلية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، واتخذ من مزرعة مملوكة لهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية. تم استهدافهما بالمزرعة المشار إليها وضبط أحدهما، ونجحت الإدارة في ضبط 52 كيلوغرام من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش والشابو تزن قرابة 5 كيلوغرامات وكمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع وضبط بندقية آلية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 11 مليون و 500 ألف جنيه. الإدارة نجحت وفي إطار مواصلة توجيهها للضربات الحاسمة للعناصر الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمواد المخدرة في ضبط عدد من هذه العناصر بالجيزة بعد رصد نشاطهم الإجرامي في تصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية. وتمكنت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم قرابة 185 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع وعدد من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بعشرة ملايين جنيه. الإدارة وفي إطار مكافحتها للزراعات المخدرة بهدف تجفيف منابع المخدرات، فقد استهدفت وبالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة، استهدفت الظهير الصحراوي لمنطقة وادي شعير بنطاق دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، أسفرت جهودها عن ضبط 31 مخزنا بداخلهم كميات كبيرة من مخدر البانجو بلغت 4.5 طن تقدر قيمتها بأربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه. وهكذا تسطر وزارة الداخلية نجاحات في مواجهتها الفاعلة لظاهرة الاتجار وتصنيع المواد المخدرة ما يسهم في تراجعها وبما يحمي المجتمع من مخاطرها وأثارها السلبية. ختام هذه الجولة الإخبارية، نشكركم على المتابعة ونلقاكم في جولات إخبارية لاحقة بإذن الله. في رعاية الله.